أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين نواصل بعون الله تعالى الكلام في التأصيل الشرعي للنيل من الشخصيات والرموز التي تجسد الباطل والضلال حتى وان كانت هذه الشخصيات او الرموز محترمة ومبجلة لدى بعض الطوائف. وإن الذي نقصده من وراء هذا الطرح هو تبديد الوهم الذي اشاعه بعض المنحرفين وتبعهم عليه بعض غير ذوي الفطنه هذا الوهم الذي يقول انه ليس في شريعتنا ولا تعاليم ائمتنا عليهم السلام تعمد لاهانة رموز الاخرين. ليس سرا هذا الخلاف الشديد الذي ترون مظاهره بين تيارين رئيسيين في العالم الشيعي. احدهما ينادي بضرورة إسقاط أو بضرورة السعي لإسقاط الشخصيات المناوية لأهل البيت عليهم السلام إسقاطها عن القداسة والاحترام بما يؤدي إلى هداية الناس إلى الحق وهذا يتطلب يتطلب بطبيعه الحال تكثيف حملات النيل من هذه الشخصيات، بإظهار مخازيها وموبقاتها وفضح جرائمها، كل ذلك طبعا بسلاح العلم والبرهان، هذا تيار. يصارع تيارا آخر، هو ذلك التيار الذي يعاند ويعمل جاهدا على صد هذه الموجه لكي لا يتحرك ساكن حرصا منه على بعض المصالح وبعض الامتيازات التي لديه. لهذا التيار مصالح وترتيبات وصفقات واوضاع قائمه يريد الحفاظ عليها. وان كانت هذه الاوضاع القائمه نتيجتها استبقاء احترام هذه الشخصيات الاجراميه واستبقاؤها في دائره القداسه والاحترام والتبجيل واستبقاء اتباعها تاليا في دائره التغييب والتجهيل فلا ينتقل احد منهم الى الحق لان احدا ليس مستعدا لان يضحي بمصالحه الدنيويه ليظهر له الحق أو لأنه ليس مستعدا لأن يخوض غمار حروب وصراعات من أجل ذلك مع ما قد تفضي إليه هذه الحروب والصراعات من استشهاده هو إذن إنه الصراع بين تيارين رئيسيين أو بالأحرى الصراع بين عالمين العالم الشيعي القديم والعالم الشيعي الجديد يمكن لنا ان نسميه هكذا بلحاظ الحقبه التي نعيشها والا ففي الحقيقه وكما تبين لكم فان العالم الشيعي القديم الذي هو عالم الائمه الاطهار واصحابهم الابرار عليهم السلام انما هو هذا العالم الشيعي الجديد الذي نسعى لتكوينه. في ذلك العالم عالم الائمه الاطهار واصحابهم الابرار كان النيل من اعداء الله سمه بارزه وعلامه واضحه. كان منهجا برع فيه رجالات التشيع وجعلوا ارواحهم ثمنا له اذن ففي الحقيقه ان العالم الشيعي الجديد الذي نسعى لتكوينه انما هو في الواقع احياء لذلك العالم او احياء لذلك العصر الذهبي وإنما نسمي هذا العالم بالعالم الجديد لأن ما سبقه كان هذا العالم الموبوء الذي نعيش فيه الآن. أو هذا العصر المظلم الذي دخلت فيه الخطوط والأحزاب المنحرفة وصارت فيه اللاعب الأبرز إن لم يكن اللاعب الأوحد فانتشرت ثقافة الانهزام وثقافة القبول بالأمر الواقع ثم تحولت إلى ثقافة تنظر لبقاء هذا الواقع وكأن بقاءه هو ما يطلبه الشرع منا لا تغييره من هنا نظروا لإبقاء أمثال أبي بكر وعمر وعائشة محترمين ومصونين. لا يجوز التعرض لهم ببيان نفاقهم وكفرهم واعمالهم الاجراميه عملا بمبدا احترام عقائد الاخرين ورموزهم المقدسه. هذا المبدا الذي يعارض كتاب الله ويعارض سنه نبيه صلى الله عليه واله ويعارض سيرة الائمة الطاهرين عليهم السلام كما تبين لكم من النصوص والادلة والامثلة الكثيرة التي ذكرناها في المحاضرات السابقة بل نقول انه لو اعرضنا عن كل هذه الامثلة التي اثبتت نيل الائمة عليهم السلام واصحابهم من خصوصي ابي بكر وعمر وعائشه لو اعرضنا عن كل ذلك لكانت النصوص العامه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه النصوص كانت كافيه لتصحيح قيام المكلف بثلب هؤلاء والطعن فيهم والنيل منهم توصلا الى النهي عن موالاتهم التي هي منكر في ميزان الشرع لا خلاف على ان موالاه ابي بكر وعمر وعائشه منكر في ميزان الشر كما انه لا خلاف على ان موالاه ابي بكر وعمر وعائشه واتباعهم هو من الضلال ونحن مامورون بان نبين للناس الضلال الذي هم عليه قال امامنا الصادق صلوات الله عليه لطائفه من اصحابه كما روى شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه بينوا للناس الهدى الذي انتم عليه وبينوا لهم ضلالهم الذي هم عليه وباهلوهم في علي بن ابي طالب عليهم السلام إذا إمامنا الصادق صلوات الله عليه يأمرنا بأن نبين للناس ضلالهم، فكيف يتأتى لنا أن نبين لهم مثلا أن موالاتهم لأبي بكر وعمر وعائشة ضلال، كيف يتأتى لنا ذلك دون أن نفضح هؤلاء ونذكر جرائمهم ومخالفاتهم للدين وخروجهم عليه؟ وانقلابهم على رسول الله صلى الله عليه واله من بعده هذا كله ماذا يسمى؟ يسمى في العرف في عرف الناس يسمى نيلا او يسمى طعنا بل تسميه العامه سبا وشتما ولكن ماذا نفعل؟ ليس امامنا الا هذا لاحقاق الحق وابطال الباطل. ليس امامنا طريق اخر. العجيب بل المؤسف حقا انه صار القعود عن تبيين ما عليه الناس من الضلاله صار هذا هو المعروف. القعود عن تبيين ما عليه الناس من الضلاله صار هو المعروف وصار النهوض بذلك هو المنكر. حين تتكفل ثله مؤمنه بإظهار الوجوه الحقيقيه لأعداء وقتلة أهل البيت عليهم السلام بدءا من الطاغيه الأول أبي بكر بن أبي قحافه وتقول هذه الثله للناس أيها الناس إن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه في النار موالاتهم حرام واتباعهم ضلال حين تقوم هذه الثله المؤمنه بذلك فان حروبا داخليه قذره تشن عليها مع ان هذه الثله هي التي امتثلت لامر الامام الصادق عليه السلام الذي يقول فيه بينوا لهم ضلالهم الذي هم عليه. كيف يمكن التبيين اذا؟ بغير هذا السبيل؟ الصراحه هي ان بقايا العالم الشيعي القديم لا تريد لهذا العالم الشيعي الجديد ان يتشكل على اسس الثقه بالنفس والشجاعه والاقدام الاقدام في مواجهه الباطل وتبين الهدى هذه البقايا تريد ابقاء هذا السكون هذا السكون الذي وان افضى الى بقاء الباطل وازدياد رسوخه ورواجه عبر الزمن فانما يعجبها فيه هو بقاؤها هي على قمم تلال من الاموال والقدرات والنفوذ والعلاقات وهي ترى ان كل ذلك سينهار اذا ما تشكل هذا العالم الشيعي الجديد المشرق ستفقد كل هذه الامتيازات وستتحول بوصلة الأمة إلى اتجاه جديد، لن يكون فيه لهذه المرجعيات أو القيادات الجبانة الدور البارز، بل سيتحول أبناء الأمة تلقائياً إلى اتباع مرجعيات وقيادات تتحلى بالشجاعة، وتحمل الهم الشيعي الحقيقي في إسقاط رموز الباطل. لا اريد ان اصارحكم اكثر بتفاصيل العذابات التي نتلقاها من هؤلاء. انما الذي اريد ان ابينه لكم هو ان هذا العالم القديم انما تشكل في غفله من الزمن. اعني انه لم يكن الا حاله طارئه حاله طارئه لم تعهد في المسار الزمني التاريخي لشيعه اهل البيت عليهم السلام شيعه اهل البيت عليهم السلام كانوا كما تبين لكم يجتهدون في كل مرحله من مراحل التاريخ رغم الصعوبات رغم الاضطهادات يجتهدون في اسقاط رموز الباطل وتعريتها وفضحها تلك كانت سجيتهم المعروفه عنهم وقد بذلوا ارواحهم في هذا السبيل. ان بقايا العالم الشيعي القديم يحاولون ايهام الامه ان الذين يعملون على تاسيس العالم الشيعي الجديد خارجون عن سيره اعلام التشيع. يقولون للناس ان النيل من رموز الاخرين لم يكن من سيره علمائنا وان هذه النزعه الجديده في ترك التقيه واظهار القدح في رموز القوم هي نزعه شاذه عن سيره علمائنا هكذا هم يوهمون الناس هذه ستكون نقطة بحثنا في هذه المحاضرة. هل أن هذه النزعة هي حقا نزعة شاذة؟ أم النزعة الشاذة هي نزعة أولئك الذين قعدوا عن إظهار القدح في رموز القوم فلم يكملوا ما بدأه علماؤنا الأبرار وما ضحوا بأنفسهم من أجله؟ يكفيكم لتعرفوا الجواب على هذا السؤال مراجعة مؤلفات ومصنفات علمائنا عبر التاريخ طالعوا انظروا كيف كانوا يحرصون على القدح في أمثال أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه يعددون من الاحاديث والاخبار والوقائع كل ما من شانه تسقيطهم والنيل منه بل نستطيع ان نقول هكذا انه لم يكن يقر للواحد من علمائنا قرار الا بذلك حقيقه منذ فجر تاريخ التشيع، ألف سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه، كتابه الذي ضمنه عشرات الأحاديث في النيل من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وأضرابهم عليهم جميعا لعائن الله. ماذا ذكر في كتابه كثيرا من العناوين التي تندرج تحتها او يندرج تحتها كثير من الاحاديث الشريفه في النيل من هؤلاء ذكر في كتابه ان اول من بايع ابا بكر ابليس وأن أمير المؤمنين عليه السلام قال ما مضمونه أن مساوي عمر وصاحبه أكثر من أن تحصى أو تعد، راجعوا انظروا في الكتاب. وذكر أن أبا بكر هو عجل هذه الأمة، وعمر هو سامري هذه الأمة، وأن أول من فتح باب الفتنة والبلاء على الأمة أبو بكر وعمر، وأنه ليس من دم يهراق بغير حقه ولا حكم بغير حق ولا حكم يغير ولا فرج يغشى حراما إلا كان عليهما ما وزره وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أوعدهما النار وأن 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 إلى ما هنالك من قوادح ومطاع كثيرة يحدث سليم عليه الرضوان بهذه الأحاديث فيدونها تلميذه المتلقي منه أبان بن أبي عياش رحمه الله ثم يستعظمها أبان يستعظم هذه الأحاديث ويستصعبها ويضيق صدره بهذه الأحاديث لماذا؟ لما تشتمل عليه من المطاعن الشديدة فماذا يفعل؟ يأتي الإمام زين العابدين عليه السلام وتكون المفاجأة أن الإمام عليه السلام يصدق ما حدث به سليم ويترحم عليه ويؤكد أن جميع المهاجرين والأنصار والتابعين هالكون في النار إلا من اتبع منهم اهل البيت صلوات الله عليه يقول ابان عما جرى بعدما حدثه سليم بأحاديثه يقول: فدفعها إلي وقرأها كلها علي. فلم يلبث سليم أن هلك رحمه الله فنظرت فيها بعده ففضعت أو ففضعت بها يعني استفضعتها وأعظمتها واستصعبتها لأن فيها هلاك جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار والتابعين غير علي بن أبي طالب وأهل بيته صلوات الله عليهم وشيعته فحجت من عامي ذلك، فدخلت على علي بن الحسين عليهم السلام وعنده أبو الطفيل عامر بن واثله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من خيار أصحاب علي عليه السلام، ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة. ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله فعرضته عليه أي عرضت كتاب سليم عليه على الإمام عليه السلام أو على عمر بن أبي سلمة لأنه الأخير فالضمير يرجع عليه فعرضته عليه وعلى أبي الطفيل وعلى علي بن الحسين عليه السلام ذلك أجمع ثلاثة أيام ثلاثة أيام أنا أعرض عليهم كتاب سليم وما جاء به من الأحاديث ثلاثة أيام كل يوم إلى الليل ويغدو عليه أي على الإمام عليه السلام عمر وعامر عمر ابن أم سلمة ابن أبي سلمة وعامر ابن واثلة أبو الطفيل ويغدو عليه عمر بن عامر فقرآه عنده ثلاثة أيام فقال عليه السلام لي صدق سليم رحمه الله هذا حديثنا كله نعرفه وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة ما فيه حديث إلا وقد سمعناه من علي صلوات الله عليه ومن سلمان ومن أبي ذر ومن المقداد فقلت لأبي الحسن علي بن الحسين عليهما السلام القائل هو أبان بن أبي عياش جعلت في داك إنه ليضيق صدري ببعض ما فيه لأن فيه هلاك أمة محمد صلى الله عليه وآله رأسا من المهاجرين والأنصار والتابعين غيركم أهل البيت وشيعتكم فقط أنتم الناجون فقال عليه السلام يا أخا عبد القيس أي يا أبان بن, عبد بن أبي عياش الذي تنتمي لقبيلة عبد القيس يا أخا عبد القيس أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وكمثل باب حطة في بني اسرائيل، إلى آخر الحديث الشريف عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. الملاحظة هنا أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه لم ينكر ما صنعه سليم. لم يقل مثلا لماذا حدث بهذه الأحاديث. فتالف هذا الكتاب الذي يشتمل على مطاعن شديده موجهه لابي بكر وعمر وعائشه ومن اشبه وهذا لا محاله هذا الكتاب لا محاله انه في يوم من الايام في عصر من العصور سيقع بيد اعداء الشيعه فيتخذونه سببا لقتلهم وسفك دمائهم لم يقل الامام عليه السلام مثل هذا رغم ان تاريخنا اثبت ان هذا المحذور قد وقع بالفعل لا تاريخنا القديم فقط انتم راجعوا التاريخ المعاصر راجعوه لتعرفوا كيف ان كثيرا من النواصب والارهابيين قتلونا بسبب ما جاء في كتاب سليم او هل تظنوا ان الارهابي الوهابي يتحمل ان يسمع مثل هذا الطعن الصريح في ائمته دون ان يفجر نفسه دع سليم بن قيس الهلالي دعه وخذ هذا المثال الثاني صاحب الغارات ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن هلال الثقفي الكوفي رحمه الله عليه هذا كان من علماء القرن الثالث كان قد الف كتابا خاصا اسمه المعرفه في المثالب والمناقب حشى كتابه بعشرات المثالب والمطاعن في ابي بكر وعمر وعثمان. بالاضافه الى مناقب اهل البيت عليهم السلام، المعرفه في المثالب والمناقب، الكتاب مقسم الى قسمين مثالب ومناقب. وكانه يقول ان ها هنا ركنان في الاسلام براء وولاء. عندما الف هذا الرجل الجليل كتابه في الكوفه جاءه زعماؤها الشيعة ونصحوه بأن يترك هذا الكتاب ولا يخرجه ولا يحدث به لماذا؟ لأنه كتاب خطير فيه مطاع في رموز القوة فقال لهم متحديا أي البلاد أبعد من الشيعة؟ أي أي بلدة مملوءة بالنواصب والمخالفين وليس فيها من الشيعة أحد يذكر أي بلدة هذه فقالوا له أصفهان أصفهان معروفة كانت آنذاك بالفعل بلدة ناصبية بامتياز هل تعلم ماذا صنع هذا الرجل حلف أقسم وقال والله لا اروي هذا الكتاب ولا احدث به الا في اصفهان، اتحدى الواقع، اغير الواقع. اصفهان ناصبيه اذهب الى اصفهان واحدث بهذا الكتاب. وبالفعل سافر هذا الرجل العظيم الى اصفهان وحدث بكتابه هناك رغم المخاطر. فزرع بذره التشيع في اصفهان التي هي اليوم ببركات جهوده وجهود امثاله صارت اصفهان قلعه رافضيه بامتياز هذا مثال مثال اخر أحد أعظم فقهائنا الأقدمين الشيخ تقي الدين أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه من علماء القرن الخامس أطبقت الطائفة على جلالته ووثاقته وعدالته وفقاهته وما زال كتابه الموسوم بالكافي في الفقه ما زال هذا الكتاب ينظر اليه في الحوزات العلميه نظره الاجلال والاكبار ويستفاد منه في الحلقات الدرسيه. هذا الرجل العظيم الف كتابا بحمد الله ما زال بايدينا ما زال الى اليوم بايدينا. هذا الكتاب في علم الكلام اي علم اثبات العقيده. اسم الكتاب تقريب المعارف في هذا الكتاب فصل كامل في فضح ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه ومن اشبه فضحهم بكل صراحه وقد بوب ابوابا في النكير عليهم سجل الاحاديث التي طعنت فيهم احاديث كثيره انقل لكم واحدا منها على سبيل المثال للحصر حتى تستوعبوا كيف كان علماؤنا الابرار يتقصدون النيل من هؤلاء المنافقين وهذا التقصد منهم انما هو تبع واقتداء بأئمتهم عليهم السلام لأنهم إنما يرون أحاديثهم روى عن الأصبغ بن نباتة أو نباتة وعن رشيد الهجري وعن أبي كدينة أو كدينة الأسدي وغيرهم من أصحاب علي عليه السلام بأسانيد مختلفة كما هو عبر أبو الصلاح الحلبي قالوا كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علينا أمير المؤمنين عليه السلام من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه، هكذا يصنع. يقول: كنا جلوسا في المسجد أي مسجد الكوفة. إذ خرج علينا أمير المؤمنين عليه السلام من الباب الصغير يهوي بيده عن يمينه يقول: أما ترون ما أرى؟ قلنا يا أمير المؤمنين وما الذي ترى قال أرى أبا بكر عتيقا لأن اسم أبي بكر هو عتيق أرى أبا بكر عتيقا في النار يشير إلي بيده يقول استغفر لي لا غفر الله له هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه شيخنا ابو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه في تقريب المعارف بهذه الصراحه يعني لم يحذف اسم ابي بكر ووضع مكانه مثلا رمزا كفلان مثلا لا وامير المؤمنين عليه السلام هكذا طعن في ابي بكر وبين انه في النار وانه يساله الاستغفار وهو يرد قائلا لا غفر الله له أيضا يبين ذلك بكل صراحة يقول أرى أبا بكر عتيقا في النار يشير إلي بيده يقول استغفر لي لا غفر الله لا هذا مثال أيضا جلي على ما نقول أما العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه هذا العملاق يخصص من موسوعته العظيمه بحار الانوار يخصص منها ابوابا باكملها لذكر المطاعم انا انقل لكم بعضا من عناوين هذه الابواب فقط حتى تتخيلوا ماذا يمكن ان يندرج تحت هذه العناوين من الاحاديث والمطالب بمعنى انه اذا كان عنوان الباب بهذه الخطوره فماذا يكون وراءه من الابواب التي وردت في المطاعن في البحار باب كفر الثلاثه اي ابي بكر وعمر وعثمان باب كفر الثلاثه ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم باب آخر في ذكر أهل التابوت في النار وذكر فيه أن أهل التابوت في قعر جهنم هم أبو بكر وعمر وعثمان ومن أشبه باب في تفصيل مطاعن ابي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بايراد الاخبار من كتبهم وفيه سبعه طعون. باب كامل في تفصيل مطاعن ابي بكر. باب في تفصيل مثالب عمر وذكر بعض احواله. وبعض ما حدث في زمانه وفيه تسعة عشر طعنا. باب في تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض احواله وفيه عشرون طعنا. ثلاثة مجلدات هي المرقمة بأرقام تسع وعشرون ثلاثون تسع وعشرين وثلاثين واحد وثلاثين ثلاث مجلدات من موسوعة البحار هي مجلدات المطاعم وفيها التكفير الصريح لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وبني اميه وبني العباس ومن اليهم وبعد هذا يقال لم يكن من سيره العلماء النيل من رموز القوم لا ادري اين يعيش هؤلاء الذين يقولون هذا القول ثم ياتي تلميذ العلامه المجلسي المتتبع الخبير، المحدث الجليل، الشيخ عبد الله ابن نور الدين البحراني رضوان الله تعالى عليه يأتي هذا العلم ليؤلف موسوعته الكبرى عوالم العلوم، عوالم العلوم والمعارف. هذه الموسوعة التي تقع في أكثر من مئة مجلد يبدأ فيه من الباب أو من الكتاب الثالث عشر يبدأ من الكتاب الثالث عشر بذكر المطاعم وفيه الباب الأول عن أبي بكر ابن أبي قحافة تحت عنوان كفره ونفاقه إلى آخر قبايحه وموته. أيضا يؤلف شيخنا الأجل رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه يؤلف كتابه القيم مثالب النواصب ماذا يصنع به؟ يدرج فيه الاحاديث القادحه في ائمه النواصي ثم يشرح فيه ما كان يكنى به ويرمز به من اسماء اللعناء عند التقيه من المخالفين كانت عاده الشيعه أو طوائف من الشيعة في تلك الأزمنة الخانقة أنهم حين يكتبون الأحاديث التي تطعن في هؤلاء يستبدلون مثلا كلمة أبا بكر بكلمة أبي الفصيل مثلا أو عمر بكلمة عتل مثلا العتل أو مثلا أبا بكر وعمر فلان وفلان مثلا وأمثالها الفاظ العجل والسامري والعتل ونعثل والزنيم وما اليها. يأتي الشيخ ابن شهر آشوب ويؤلف كتابه مثالب النواصب يشرح المراد بكل واحد من هذه الالفاظ. يقول مثلا المراد بالعجل ابو بكر المراد بالسامري عمر المراد بنعث العثمان وهكذا وكأنه يقول أيها المخالفون لئن اشتبهتم في معاني هذه الأسماء في كتبنا فهاكم معانيها تفضلوا هاكم هذه المعاني ومن نقصد بهذه الأسماء حتى تتأكدوا أننا نطعن بأئمتكم وخلفائكم هكذا يصنع ابن شهر آشو وهو من هو عندنا وعند علماء طائفتنا وبعد ذلك يقال لم يكن من سيرة علمائنا تقصد النيل من أعلام ورموز أهل الخلاف. أيها الإخوة أنتم بأنفسكم طالعوا موسوعة الذريعة للعالم الجليل الاغا زرق الطهراني رضوان الله تعالى عليه هناك يعدد مؤلفات الشيعة قديما وحديثا يترجم لاصحابها يذكر نبذة عنها هناك تجدون عشرات من المؤلفات التي الفها علماؤنا خصيصا للنيل من رموز القوم عشرات المؤلفات من اكابر علماء ومن اكابر اصحاب الائمه الاطهار عليهم السلام وثقاتهم ووكلائهم هذه مجرد امثله سريعه انتقيتها لكم من كتاب الذريعه لاسماء بعض هذه المؤلفات فقط حتى يستقر هذا الذي نقوله في الاذهان مثلا كتاب المثالب لأبي محمد يونس بن عبد الرحمن الثقة المأمور بالرجوع إليه من الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام هذه العبارات هي عبارات الأغا بزرق كتاب المثالب لأبي الحسن علي بن مهزيار الدورق الأهوازي وكيل الأئمة عليهم السلام والراوي عن الرضا والجواد والهادي عليهم السلام هؤلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام وثقاتهم ونجد أنهم كانوا يؤلفون كتبا خاصة في الثلب في مثالب ومطاعن يوجهونها لأولئك الكفرة المنافقين المجرمين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان ومناشف كيف يقال بعد هذا ان امرا كهذا لم يكن يرتضيه ائمتنا عليهم السلام على العكس كتاب المثالب لابي جعفر محمد بن الحسن الصفار القمي صاحب الامام العسكري عليه السلام مؤلف الكتاب الشريف بصائر الدرجات المعروف الثقه العين كان من كبار اصحابنا القميين توفي بقوم سنة 290 مثالب الرجلين والمرأتين أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة للسيد الشريف العقيقي الرجالي أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين الأصغر بن زين العابدين السجاد عليه عليه السلام من أحفاد الإمام السجاد ألف هذا الكتاب توفي سنة 280 ونيف. لوامع السقيفة والدار والجمل والصفين والنهروان للشيخ الرئيس عبيد الله بن عبد الله السعد ابادي المعاصر للسيد المرتضى. علم الهدى. كتاب المثالب لابي احمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن ابن جعفر ابن عبيد الله ابن الحسين الأصغر ابن زين العابدين السجاد عليه السلام المعروف بابن أخي طاهر هذا أيضا من أحفاد الإمام السجاد عليه السلام المتوفى سنة ثلاثمائة وثمان كتاب المثالب لأبي محمد الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين عليهم السلام كان من اصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام وروى عنهم ترضى عنه شيخ الطائفه وصفه الاجله بانه ثقه ذكر انه السبب في تشيع علي بن مهزيار الذي ذكرناه واسحاق بن ابراهيم الحضيني حينما قدم بهما الى الرضا صلوات الله وسلامُه عليه. إذا كان كانت سجيته في النيل من هؤلاء من رموز القوم لم تتعارض هذه السجية مع جهوده في تشييع الآخرين، في هداية الآخرين. بل كانت طريقًا إلى هدايتهم كما هو واضح. إذا كان هذا الرجل الجليل قد استطاع أن يشيع أمثال علي بن مهزيار، علي بن مهزيار علي جلالة قدره، فإذا لا بد أنه كان حكيما فيما يصنع. والحق هو هذا أن الذي يتكفل حتى في عصرنا بتوجيه هذه الضربات العلمية البرهانية التي تسقط رموز القوم وهي رموز الباطل هو الذي يكون اكثر نجاحا في هدايه الناس الى نور الولايه لال محمد صلوات الله عليهم وهذا كشفته التجربه التي على ايدينا كتاب السرائر في المثالب لاحمد بن ابراهيم بن ابي رافع بن عبيد بن عازب اخ البراء بن عازب بن الانصاري الثقة الكوفي ساكن بغداد وشيخ ابي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري استاذ النجاشي وشيخ الطائفه الطوسي. هؤلاء من الاكابر اساتذه للاكابر وكانت هذه مهماتهم، كان هذا همهم تاليف كتب المثالب. كانت الكتب آنذاك هي السلاح التي بأيديهم، لو عاش هؤلاء في عصرنا لوجدتموهم جميعا يؤسسون قنوات فضائية كي يركزوا هذا الثلب والطعن والنيل من رموز القوم. كما هو واضح لأنهم إنما استغلوا كل ما كان متاحا أمامهم آنذاك. فلو افترضنا أنهم عاشوا إلى زماننا لوجدتموهم لو ايضا يستغلون كل ما هو متاح في زماننا كتاب المثالب لابي جعفر احمد بن الحسين بن سعيد الاهوازي الملقب بدندان كتاب المثالب لابي جعفر محمد بن بندار بن عاصم الذهلي القمي الثقه العين يعني عين يعني وجيه في اصحابنا كتاب منهج الفلاح للمولى محمد حسين بن يحيى النوري تلميذ العلامة المجلسي يقول الآغا بزرق الطهراني أنه أورد فيه كثيرا من المطاعن والفتن بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله مجمع الفضائل لأرباب القبائح للمولى محمد كاظم بن محمد شفيع الهزار جريبي الحائري اورد فيه روايه التبري من الجبت والطاغوت وسمى الثلاثه ابا الفصيل وابا الشرور وابا الملاهي، يعني ابو بكر ابو الفصيل وعمر ابو الشرور وعثمان ابو الملاهي. مثالب الاعداء او لوامع السقيفه لابي عبد الله الحسين بن محمد الحلواني ذكره ابن شهر اشوب في المعالم. تشييد المطاعن للسيد محمد قُلي ابن السيد محمد حسين النيسابوري الكنتوري والد صاحب العبقات رضوان الله عليهما حقيقة يقع في ثلاثة مجلدات ضخام مطاعن الثلاثة للشيخ عبد النبي ابن عب ابن علي الكاظمي تلميذ السيد عبد الله شبر عبد الله شبر الحميراء للسيد أختر حسين النقوي وهو رد على كتاب عائشة صديقة لأحد أعلام المخالفين. إيضاح دفائن النواصب للشيخ أبي الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفقيه القمي المعبر عن ابن قولويه بالخال وهو أستاذ الكراجكي من علماء القرن الرابع قال الشيخ العلامة الماهر الحاج ميرزا يحيى ابن ميرزا محمد شفيع المستوفي الأصفهاني إنه ممحض في المثالب هذا الكتاب ممحض في المثالب كتاب الخالدان لأبي الفضل عباس بن هشام الناشري المتوفى سنة 220 ويقال له عبيس قال النجاشي أنه في المثالب تكسير الصنمين للسيد جعفر المعروف بأبي علي خان الحسين الموسوي البنارسي الدهلوي المعاصر للسيد محمد قولي نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت لنور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي المحقق الكركي الشهير رضوان الله تعالى عليه نفاق الشيخين بالحديثين الصحيحين لمحمد قولي بن محمد حسين بن حامد حسين بن زين العابدين الموسوي النيشابوري الكنتوري والد صاحب العبقات ايضا. مصائب النواصب للسيد السعيد الشهيد القاضي نور الله بن الشريف المرعشي التستري رضوان الله تعالى عليه. ضياء الخافقين في شرح دعاء الصنمين للمولى محمد مهدي بن ابن المولى علي اصغر بن محمد يوسف القزويني يقول اغا بزرق بزرق الطهراني هذه عبارته بالدقه في ترجمه هذا الكتاب يقول صنمي قريش وهما اللات والعزى ابو بكر وعمر يعني يصرح الاغا بزرق انه اللات والعزى ابو بكر وعمر هكذا في كتابه مع علمه بأنه يقع عليه أو تقع عليه أنظار أهل الخلاف فيشحنون متى ألف كتابه في عصرنا هذا معاصر أَغْبُزُ بزرق الطهرة وللعلم في الذريعة عشرات من الشروح لدعاء صنمي قريش لأكابر العلماء من أراد فليذهب هناك وليراجع هذه نماذج فقط من بعض الكتب المؤلفه في المطاعن والمثالب التي تخصصت بالنيل من امثال ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه وهي تثبت ان السيره المتصله من اصحاب ائمتنا مرورا بعلمائنا الأقدمين إلى علمائنا المتأخرين هذه السيرة إنما هي السيرة التي تهتم بالنيل من هؤلاء الظلمة والطواغيت الذين حرفوا دين الله تعالى وسببوا تمزق الأمة وابتعادها عن أئمتها الشرعيين من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين بعد هذا هل علمتم الان من هم الذين شذوا عن سيره العلماء؟ هل هم نحن الذين واصلنا هذه المسيره المباركه؟ ام اولئك الذين خدعوكم فقالوا لم يكن من سيره علمائنا النيل من رموز الاخرين؟ اينا الشاذ هنا؟ اظن الجواب صار واضحا هذا وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين